السلام عليكم. الان انا في مدينه تيفلت. لا، كانت عندي علاقه كبيره بتيفلت تقريبا هذه شي 30 عام، وكنا درنا المسرح هنا شحال من مره، ولكن قطعت. الان رجعت، ورجعت انني مكرمه. تنشكر الناس اللي كرموني، تنشكر رجالة البلاد لانهم تيفكروا في الممثلين الاولين. هذا التكريم دائما تيكون بحال الزاد الممثل باش كيتقوى ويزيد لقدام ويقول انني محبوب. تنشكرهم بزاف بزاف بزاف، الناس اللي فكروا سعاد صابر ومصطفى الداسوكين وكرمونا، وتبارك الله عليكم وشكرا. تحيه كبيره لاهل تيفلت.